كاين البيع والشراء مزيان، البيع والشراء قلت لك نطلق اليوم الحد ان شاء الله، ما كاين لا مشاكل لا والو، كل شيء قدامكم انتم تتصوروا. التنظيم مزيان محكم، الناس تتبيع وتشري، كاين اللي خوى الكاميو ديالو وعاود رجع يجيب كاميو اخر. تنقول الناس اللي بغاو يشريو يجيو مرحبا بهم لمدينه تماره، مرحبا ديال تماره، الكسيبه بوفره، ثمن مناسب. السوق اخويا مزيان، من احسن الاسواق في تماره، البهيم موجود الحمد لله، كل شيء موجود، كل حاجه بثمنها، كاين الملح بثمنه وكاين الرخيص بثمنه، كل حاجه اخويا مرحبا مزيان. خص غير بنادم يدور السوق مزيان، ماشي غير يخلط ويشري، حيت كاين اللي كيشري الغنم غالي وماشي ياخذ الحاجه مليحه فهمتي، وكل شيء ياخذ رخاء وشي ياخذ حاجه مزيانه. هذا العام فهمتيني وما كاين الحواله، ولكن كاين الناس شادين الثمن بزاف، الناس شادين الثمن بزاف، ولكن الحاجه الوحيده المفيده اللي كاينه هو هذه القضيه ديال الترقيم. الترقيم غتساعد بنادم فهمتيني بانه باش ما يبقاش هذيك القضيه ديال انه باش يتلا باش داك البهيم يتلاحوا ولا كذا ولا هذه، كل واحد دير لي الرقم وعلى حسب سميتو، من عاد من خديناه ومن عاد من كذا ومن عاد من كذا. ثمن السوق راه باين، راه الحواله راه هما هادو، كاين 40 كاين 36 كاينه 50 كاينه 30، علاش ما باش ما تلاقيتي؟ هذا الحمد لله واخدينا ب 44000 ريال. العام اللي فات اخو خديت ب 30، هذا العام زيد خديت ب 44، حيت العام اللي فات خديت صغر منه، هذا كبير شويه. المهم الله يجعل البركه، السوق ما بيش، المهم واخا كاين شويه الغلا كاين ثمن شويه، الله يجعل البركه وصافي. حاولي طالع اليوم، ولكن قال لك غدا ان شاء الله غيكون رخيص شويه، غدا ان شاء الله غيكون هابط شويه، غدا ان شاء الله. البارح كان طالع البارح، واليوم شويه شويه اليوم، مليح كاين المليح 60 70، لا لا هذا العام طلع، من العام الاول كان شويه طايح السوق، هذا العام طالع، هذا العام السوق شنق بزاف كاع، ما تيقول الحولي كاين المليح وكاين حتى الشريف. هذيك الطنقه هي اللي مغليه الحوني هذا العام هذي، لا تقول زعما كاين راه داير الجلبه داير المواطن غادي ياكل العصا، زعما المواطن زعما لا حول ولا قوه الا بالله، كاين الدرويش زعما ما يوصلش، ما يعيش الدرويش، ما يوصلش ما يوصلش المبتغى ديالو، خصك الا بغيتي تعيد خصك 50 الفوق، هادشي غالي على المواطن الصراحه، هي الثمن غير مناسب. العام شويه احسن من العام اللي فات، مزيان الله يجعل البركه، السوق راه مفياك مزيان، البهيم مزيانين كيتباعوا الله يجعل البركه. الترقيم تا هو مزيان، بنادم مضمون تيدي البهيمه ديالو مضمونه، عارف شنو كاين، عارفك شنو موكل، واش موكل العلف مزيان ولا العلف خايب، الناس دايره شبهات بزاف. ما بالنسبه للعلف راه داكشي مزيان، القضيه مزيانه هذا العام، كاين رخا شويه وكاين وثمن مزيان، والناس تشري على الجهد اليوم، راه الناس تشري، الجوده كاينه الحمد لله، كل شيء كاين الثمن مناسب، كاين كل واحد كيدير على قدره، كاينه 60 كاينه 50 كاينه 70 كاينه 45، والحمد لله الحمد لله، عواش مبروك علينا وللجميعين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.